والله يا دعاء انا تعبت من خلفه البنات، متعبين قوي. نفسي ربنا يكرمني بحته واد. واد ايه بس يا رضوى؟ معاكي اربعه زي الفل. ماشي برضو الواد يعني. ده دول يدخلوك الجنه، ده دول يعملوا معاكي حاجات حلوه قوي ان شاء الله. بس برضو لما يجي الواد هيتقطع لسان العقربه حماتك. الواحد نفسه اصلا في ضفر عيل لا يتقطع ولا ما يتقطعش. ربنا يرزقك يا رب. ربنا يحفظهم لك. بس بقى بس صوت دوشتوني. ايه ما انت قاعده لوحدك ليه؟ انا اعرف يا اختي النسوان راحت قعدت فين الاثنين؟ اختي بلا قرف ما يقعدوا مطرح ما يقعدوا. حط ام البنات جنب مقطوعه الخلف. بلا قرف. شو انا بنا خايفه قوي من عينيهم. الله اكبر يحميلك ربنا ابنك يا بنت. يا رب. ده انت ام الولد. دهر وسند. ربنا يحرسك يا رب يا محمد. يا رب يا بنت يحميهم. بس طول النهار بص لام الولد، ام الولد لما قرف. معلش ربنا ياخذكي من عينيهم. خليهم هم قاعدين يتودودوا كده. عايزين نوخروا كده ولا نعملوا شويه حاجه للولد؟ بس وهم مش قاعدين. ليه هم مش قاعدين ليه؟ هم عايزين مني ايه؟ هيقروا عليكي يا بنت. ايوه صح حمدك. وسامعه جوزك بيقول لي عاجب لها خاتم، لو عرفوا. هي بجد قال لك كده عاجب لي خاتم؟ اه. حلو اكبر ما تقوليش لحد بقى، انا مش عارفك انت لسانك. انا غلطانه اللي قلت لك، هو انت كنت تعرفي يا وليه؟ ده انتوا نسوان هم. امي بقول لك ايه؟ روح شوف امك بلغم بيعملوا ايه؟ مع اني بصي بقول لك ايه؟ قولوا حضروا الغدا. ربنا ياخدكم نسوان من وشي. تتلمي تنتون على تنتن والاثنين انتن وانتن، قاعدين يلكوا مع بعض وسايبيني انا مستنيني انا اروح احضر لهم الغدا. خيبه نبي ولا سأل مرحبا. لا ايه ده ان شاء الله؟ انتوا عاملين ايه؟ عاملين رحله؟ في ايه مالك؟ مالي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه وايه البيت المبهدل ده؟ ما تقومي تروقي ولا تنضفي وانت قاعده كده ليه؟ ما تقومي تشوفي لك حله ولا شويه مواعين تغسليها. وانت يا ماما انت الغسيل في الغساله حبيبتي، قومي انشري كده. لا ماما في البيت. والبنات دول اديهم كده حاجه ولا حاجه، خليهم يلمعوا لنا الموبايل. يا يلا حبيبتي قومي. بنات ايه؟ يا بنت خدامين على عطله يا بنت. عيب كده يا رندا، هو ايه دول اطفال يا رندا؟ يقوموا يخدموكي. هو ايه اللي عيب؟ ما تتكلميش انت، انا مش بتخلفي، خليكي انت كده على جنب. معلش انت طالما ما بتخلفيش اقعدي على جنب. وانت يا ام البنات. دي كلمة تتقال. انتي مالك انتي تعلميني الكلام؟ اه هعلمك الكلام، دي كلمة تتقال برضه. انتي ما تعلمنيش الكلام، انا ام الواد. بس انتي يا بنت انتي هترجعي على مرات عمك؟ ما تعلمي بنتك الادب. هو ايه ام الواد ام الواد ام الواد جايباه بينور؟ ما خلاص خلصنا. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحرسك يا ابني يا رب، ربنا يحرسك. يا سلام بكره نجيب يا حبيبتي. انتي مش كويسه على فكره. انتي بتبصي لي كده ليه؟ ومن جواكي صعبه قوي. الله اكبر، انا خايفه من عينيكوا والله والله. الولد ده ربنا يستر عليه، ربنا يستر عليه، ربنا يكفيك يا رب. عيونهم عيونهم. ربنا يستر عليه منك انتي على فكره، انتي اللي هتاذيه بايدك. اقول لك على حاجه، انتي يعني الكلام بيني وبينك احنا اخوات. دي بوصله اختي مش عارفه تجيب حته دفر ولد. عندها اربعه زي الفل، ربنا يحفظها. وانا بشتكي لمين؟ انا بشتكي لك. غيرانه منك. غيرانه انا؟ لا ازاي جابت ولد؟ انا عايزه اجيب ولد زيها. لا والله ما تعرفي تجيبي ضفره. ليه يا ماما؟ اللي بيرزق بالبنت بيرزق بالواد. ده محمد. الله اكبر عليك يا محمد، انا خايفه والنبي يا اختي حسيته. محسنه محمد صلاح. محمد 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 محمد. احيانا انت حاقد عليا قوي انا وابني. الله اكبر عليك يا اه حاقد عليك. ما تخشي تقعدي جوه بقى. بقول لك ايه يا رندا، مالكيش قاعده فينا، امشي من هنا. ليه يا حبيبتي وانا بمشي من بيتك؟ ده بيتي وبيت ابني وبيت جوزي الحاج هاني. على فكره ده بيت عيله مش بيتك لوحدك، تمام؟ احنا لغايه دلوقتي بنتعامل ستات في بعضينا، بلاش ندخل الرجاله. مالك يا راجل بتبصي لي كده ليه يا اخي؟ اتكلمي في مين يا دعاء؟ حيطه واقفه مش هتفهم ولا هتحس. هي ما بتحسش فعلا. انت يا بنت بتبصي لي كده ليه؟ ابعدي عني. عيب يا بنت. العيال الصغيره يا حبيبتي عيب. علمي بنتك الادب. عيب. ده انا ابني ما شاء الله عليه، والله ما يستجرى يبص في عين حد فيك وبيحترمك ويقول لك الا يا طن. عشان احنا بنحبه. عشان هو متربي. عشان احنا بنحبه. ليه هتربي عيالها؟ عيب يا دعاء. دي مربيه احلى تربيه يا دعاء. دول بنات. عيب. عيب انت بقى لو هيبقوا كده. دول بنات. عيب. انت مستفزه. هو انت ما عندكيش اي حاجه تعمليها؟ بقول لك يا اختي ما تقعديش تركي على دماغي، انا جعانه وعايزه اكل. يلا قومي حضري لنا الغدا. بس يا بنات بقى انتوا عملتوا لي صداع. ايه ده؟ ما تسيبيهم يلعبوا. يو يلعبوا ايه اختي؟ انا صداع. ايه في ايه؟ ايه يا ماما؟ حبيبي حبيبي قلبي. ربنا يروح الشغل.
ايه طبعا عايزه حمرة عمي بقول لك ايه متأجز النهارده انت عايزه حمرة عمي تسلم يا حبيبي يا حمى أجز النهارده مش عارفه النهارده قلبي مقبوض والله اول امبارح كنت مأجز وكده يا حمى بلاش قاعد معانا النهارده شاوري له يا نوري لما تكبري لما تكبري هجيب لك حاجه حلوه ما تجيبش حاجات حد يا ولد انا ابوي مالكش دعوه هنجيب لكم حاجة حلوة يلا سلام مع السلامة أو أكبر عيني انتوا بصوا له كده ليه؟ في يا بنات مستحيل ده يبقى ابني مستحيل انتوا بصوا له كده ليه يا بنت؟ حاولوا ولا قوة إلا بالله لما نوريد تكبر هجوزه لها ايه؟ هجوزه لها أنا هقعده على البوفيه ويدلدل رجليه بوفيه إيه؟ بقول لك هجوزه لها تقولي لي بوفيه اتجوز مين؟ تعالي يا أختي تعالي أنا ولا إيه؟ قول لنا حاجة ولا ده محمد ده أنا هجوزه ست البنات ماشي جوزي نانسي عجرم يلا سيبينا وامشي بقى بس لا انتي مستفزه بجد بصي انتي مستفزه بصي البنت مش طايقه نفسها طول ما هي واقفه نفسيتك تعبانه بقول لك ايه هسيبك تهوش على نفسك هتمشي هي هتمشي مشت 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 مش بني ادمه معلش ما تزعليش منها ما تزعليش انا لغايه دلوقتي مش عايزه اقول لشادي عشان خاطر انا مش عايزه مشاكل معلش يا حبيبتي معلش بكره ربنا يرزقك وتخرسيه وحتى لو ربنا ما رزقنيش يمكن انا نصيبي كده في الدنيا ما احنا عندنا هو اربع بنات زي الفل وابنها برضو ما احنا بنعامله اللي هو الخامس بتاعهم يا ست سوي ما تزعليش منها بقى خلاص الفلوس عمتها احضر لك الاكل حبيبتي لا ربنا لا احضر لك الاكل هقوم احضر لك الأكل. شكرا يا رضا شفتي يا ماما في ايه يا بنت شفتي اللي ما بتكلفش ام البنات اصطادوني وعماله اقول لهم ده رجعنا وعايز اكل قوموا حضروا لقمه ابدا انا تعبت إيه؟ بصراحه منه دلوقتي انا عاوزه افرج لك قيمتهم والله انا خليهم يجيبوا الاكل فيه ايه العطاك ممكن ياخد منك انت بتربي لغيرك هي امانة عندك وانت بتسلمها فما تزعلش ان ابنك مات واللي معاه البنت او معهوش يعني ربنا ما كرمهوش بذرية ربنا يكرمه بس يا جماعة بلاش التنمر مع اخواتنا ولازم نستحملوا ظروف بعض وما نعيرش مرات اخويا اللي هي معاها البنات او ما نقولش لاي حد انت معاك ولد اللي جاب لك الولد ممكن ياخده منك كل بني ادم ليه رزقه عند ربنا طبعا الذرية دي رزق لما ربنا يمنع عنك الرزق ده او يأخره عنك فده مش معناه ان ربنا ما بيحبكش هو اكيد بيمنع عنك عشان يعطيك حاجة تانية وعشان خاطر اسباب تانية انا عارفة ان الموضوع بيبقى صعب جدا عند الامهات اللي هم نفسهم يبقوا ام نفسهم يبقى عندهم طفل نفسهم يبقى عندهم ذريه وبيزعلوا بس في ناس بتستخدم الموضوع ده غلط بتصوره من غيرنا في ناس بتستخدم الموضوع ده غلط وبتقعد تعاير وفعلا ربنا بيحسسك بنفس اللي انت بتحسسه للبني ادم الضعيف اللي مفيش اي حاجه في ايده ربنا اللي اداك وربنا اللي اخذ منك عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه تملي الجده بتحب الولد على البنت لكن هي لو فكرت حبه صح الولد والبنت رزق من عند الله وربنا يرزق كل من كان ويعوض على اللي ما خلفتش واللي معاها بنات يديها ولد واللي معاها ولد يديها بنت اتفضلي يا سلام بصوا يا جماعه احنا بالفيديو ده مش بنوجع اللي ما خلفتش ولا بنوجع اللي معاها بنات ولا بنوجع اللي معاها ولد احنا مش ده القصد احنا القصد احنا كلنا واحد يا عالم ربنا عطيك ده عشان شايل لك ايه ولا اللي ما عطاكيش برده شايل لك ايه وعطيت ربنا كلها حلوه الحمد لله على عطيتي